تفاصيل صغيرة وحلم كبير كان عنوان أحد معارضه، وقد يكون العنوان الأكبر لتجربته التشكيلية، فهو جسد اللحظات الإنسانية من ألم وأمل ومشاهد كثيرة لحياتنا بتحملها ملامح وجوه رسمتها ريشته بدقة وبإبداع. ولأنه أراد كسر قاعدة النخبوية بمتابعة الأعمال التشكيلية، جسد عبر جدارية كبيرة حملت اسم طريق الحرير من وجهة نظر خاصة لتكون متاحة لجميع مذوقي الفن والجمال. لنحكي اليوم عن الكثير من الأفكار والمشاريع. أكيد بيسعدنا أنه يكون معنا الفنان التشكيلي فداء منصور. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا للاهتمام والاستضافة. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن جدارية طريق الحرير، خلينا نحكي عن هالجدارية يمكن يلي لقت صدى كتير كبير بين الناس ولفتت نظر الكثيرين. المرة التفاصيل كبيرة كبيرة جدارية منا لوحة. جدارية طريق الحرير هو الاسم، طريق الحرير طريق تجاري قديم كان تربط الصين بعدة دول بالمشرق، كانت أهم سوريا. حكينا انه من ايام زنوبيا وايام تدمور، وهي الطريق ما زالت يعني تطورت بشكل، تطورت وسائل الاتصال، ولكن كانت طريق طويل. طبعا الصين كانت منطقة بعيدة، وكانت التجارة عبر القوافل الجمال اكثر شيء كانوا يستخدموها. صورنا بهي الجدارية هي المرحلة اللي بتذكرنا بعلاقتنا التاريخية مع الصين. حول ذكرت أهم معالم بلوحتي، حطيت أهم هي سور الصين اللي هو أحد عجائب الدنيا السبعة، وحطيت كمان أهم معالم تدمور والطريق اللي بيناتهم بشكل مختصر، يعني بشكل هيك أقرب طريقة للتعبير عن الفكرة وعن الطريق ككل. شو كان الهدف فداء من رسم طريق الحرير وليش اخترته بالذات يعني بهي الفترة؟ يمكن سوريا هلا عم تنهض كمان اقتصاديا وفي علاقات طيبه ايضا مع الصين ومع دول بريكس اللي اكيد صح. اكيد هو كان مقترح من السفاره وبعض المعنيين، وبدهم يعملوا شيء جمالي على هذا الجدار اللي هو مساحه كبيره، يعني حوالي 50 متر ارتفاع مترين، وبيحبوا هن دائما يكون في لمسه جماليه بالاضافه لانه شارع مهم وواسع. ف يعني صار عن طريق المعارف انه ما لكم غير فداء، يعني انا متخصص بهالموضوع وسريع بالشغل الحمد لله، لكوني بمارس كثير للفن بشكل يومي ولي تجارب بجداريات ورياض اطفال وهيك. ف طبعا كان في شويه رهبه للعمل اول شيء. طبعا عملت الخطه على تصميم كمبيوتر وتوافق عليه وقمنا بالتنفيذ، وبيضيف الفنان هون لمسته الخاصة. نعم فداء، نحن عم نشوف على الشاشة تفاصيل الجدارية الرائعة، خلينا نحكي شوي عن يمكن بتفكرها هي حقيقية هيك على الصورة من بعيد وقت مرقت السيارة، انه بتحسها انه هي شيء حقيقة، شيء من يعني عن جد من هي من الصورة اكلة منها مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي عن الالوان اللي استخدمتها، خلينا نحكي يمكن عن التفاصيل يلي قدرت من خلالها تعبر عن هي الجدارية الرائعة. انا ما اعطيت الجدارية كل شيء عندي. ليه؟ بعدين بتفوت السيارات جوا بعدين. هيك حسيت انه كثير حقيقي. الحمد لله انه لما بيكون في خبره الفنان بالظل والنور والبعد، وبيحط اللون بمكانه المناسب، قادر يعطي ولو بلمسات سريعه، قادر يعطي الحاله الطبيعيه. ولكن في هلا ببدايه الجداريه واخرتها سور الصين وتدمر، هون في تفاصيل، في احجار، في طريق، وفي منظور، في شويه صعوبه. ولكن كمان ايضا الفنان بموهبته ما بيشعر بالتعب مثل ما بيظن البعض انه عمل مجهد كثير ومرهق، ولكن انا كنت عم بستمتع، كنت عم بلعب مثل الشاعر لما عم يلقي قصيده او اي حدا عم يغني غنيه هيك بشيء بيحبه. التعب اللي بتعبني اكثر شيء هو تاسيس الجداريه، الالوان الاساسيه اللي بنرصفها بالجداريه ممكن تتعبني اكثر من مرحله اللي بدي ارسم، بس ارسم بنسى يعني بتلاشى مع اللوحه، وبصفي انه متعه وتنفيذ للخبره اللي عندي وموهبتي. نعم يمكن فداء مثل ما قلت عم تعمل شيء انت بتحبه، قد ايه اخذت معك وقت الجداريه لانجزتها وشو كانت اول رده فعل هيك
كثير صابت صميم قلبك يعني سمعت ورضيت عن هذا العمل. هو الصراحة أنا انبسطت بهذا العمل اللي هو ترك أثر كبير بالنسبة لي كأكبر من أكبر اللوحات الزيتية بسوريا، والناس عم تشوف مراحل الشغل باللوحة. أكلت تقريبا أنا لما خلصت اللوحة عم شوف على الفيسبوك إنه إمتى بلشت فيها، كان 15 بجوز الشهر، خلصت 5 الشهر. كنت روح كل يوم أو أحيانا في أيام حوالي 50 متر، 50 متر ارتفاع مترين تقريبا كنت كل يوم، في أيام غبت يعني في أيام صار مطر أو هيك، فكل يوم كنت روح والنهار قصير، هلا بالليل ما اشتغلت يعني كنت روح لما يصح لي ساعتين ثلاثة أربعة، عمليا حوالي أسبوعين وشوي يعني لحد 20 يوم إذا اعتبرنا هو زمن سريع بالنسبة لهيك حجم، ولحالي عم بشتغل يعني ما حدا معي. نعم فداء، هلأ عم نشوف رح نشوف على الشاشة يمكن بعض من أعمالك. خلينا نحكي عن هالأعمال يلي إنه دائما فداء بيتوجه للشيء الواقعي، للشيء يلي يمكن هيك العملي أكثر القريب من الناس. خلينا نحكي عن هاللوحات. هلا هو الحياة اليومية دائما بتخطفنا لما بشوف الفنان شيء لفت انتباهه، إذا كان حالة امرأة بحالة معينة أو زاوية من الطبيعة عجبته المفروض إنه يجسدها، مثل هي مثل شيطان الشعر اللي بيجي للفنان إنه هلا إجاك بيت شعر لازم ينقال دغري، كمان اللوحة أحيانا بتحسها إنه هلا وقتها، إذا ما نفذتها هلا بيروح هذا الوقت لحتى يجي وقت تاني لإلهام تاني. فالحياة اليومية نحن عم نعيش أي شيء ممكن أنه يتحسسه الفنان أكثر شيء يحس فيه بأي مشهد بده إياه بحب يجسده باللوحة. ومن اللوحات اللي انعرضت لوحة هي مقتطفات من لوحة لمايكل أنجلو اللي هو أنا من أشد معجبينه، يعني بتمنى أنه بتمنى مع الزمن أقدر أترك هالبصمة اللي تركها، وهو له اكثر من 1500 اكثر من 1000 سنه يعني ما زال تارك هالبصمه الكبيره. تمنيت انه مع الزمن اترك هيك بصمه، اكيد ولساتنا باول طريق يعني عم نحاول نقدم اللي فينا عليه ان شاء الله. الفن التشكيلي في دا يمكن هو فن فيه كثير من التفاصيل يلي كل فنان له بصمته الخاصه، من خلال تجربتك كيف يصنع الفنان البصمة الخاصة تبعيته؟ هو شيء صعب، إيجاد الفنان لشخصيته شيء صعب، هذا الشيء الصعب فعلا إنه أنا عم برسم بأكثر من أسلوب أكثر من تقنية عم شوف مدارس كثيرة، بدي أرجع لشخصيتي الخاصة، عم ميل لأكثر من أسلوب. بس لما بتحس حالك بتشبه حدا معين من الفنانين التشكيليين العالميين؟ هون في ممكن فنانين يغرق بمطب انه يتشبه بحدا، وهذا الشيء خطا، لازم يجرب لحتى هو. هلا انا شوي شوي بلشت هلا اشوف شخصيتي اكثر لما عم تصير اللمسه تبعي بين الواقعيه والانطباعيه، لا عم اقدر اكون واقعي تماما ولا عم اقدر انفلت نحو التجريديه، ما زلت عم حاول انه احط الشيء اللي بينشاف البسيط اللي بيفهمه الشخص العادي والمثقف لحد الآن، ممكن بعدين يصير إلي تجارب بكل، بس الغالبية من الأعمال هي لمسة انطباعية واقعية بس ولكن بلمسة عريضة. نعم فداء، أكيد نحن كثير انبسطنا بلقائنا معك اليوم، وأكيد فخورين بتجربة الجدارية اللي كثير حلوة. وأنا سعيد كثير. موفق بأعمالك القادمة، وإن شاء الله بنشوف جداريات أكبر وأكبر وبتعبر أكثر من خلال ريشتك وألوانك. إن شاء الله بإذن الله. ميرسي كثير إن شاء الله. شكرا يا فداء لوجودك معنا، ومثل ما قالت لي إن شاء الله بنشوف هيك كل شارع بسوريا في طبعا ملون بألوان الفنانين التشكيليين ومنهم انت كمان، حتى تساعدوا ايضا بتزيين واعمار سوريا من خلال فنكم وموهبتكم. شكرا لوجودك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك. اكيد زينب بكل يوم.